ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. يا رب كلكم تكونوا كويسين. تعالوا معايا نبدأ الفيديو مع بعض، نشوف احنا عملنا ايه النهاردة. اول حاجة هنعمل طاجن السجق. هنا معانا السجق ومعانا بصل ومعانا طماطم ومعانا فلفلة ومعانا بطاطس، ودي المكونات اللي احنا هنحتاجها النهاردة. بس تعالوا نشوف احنا هنعمل ايه مع بعض، لان انا حاسة ان انا افتكست فيه شوية. اول حاجة طبعا هنحمر السجق، دي اول حاجة خالص، ان احنا هنديله تحميرة كده حلوة كده في الزيت، هنفضل نقلب فيه بقى، لانه اصلا كان عمال يطربش لحد ما ياخد اللون الاحمر ده. هو بقى ايه كده، خلاص كده بدأ ان هو يخلص. خلاص هحط البصل في نفس الزيت، بصوا مش هنغير، ونحط الفلافلة كمان. هي اكله سهله جدا وسريعه، وهحط عليها البطاطس. انا مش عارفه الخطوه دي صح ولا لا، بس والله في الاخر كان خطير جدا. انا يعني مش عارفه، قولولي في الكومنتات هي صح ولا لا، بس انا عملتها كده وبصراحه كانت حلوه جدا، يعني جربوها هتعجبكم. وهحط عليها المعلقه، هحط معلقه صلصه وبس، وليها بقى هتسيبها ايه تستوي كده مع نفسها شويه. كنت عايزه البطاطس تاخد من طعم السجق وطعم البصل وكده. وهناخد كل الخليط ده نحطه في الطاجن. سهلة جدا، أكلة سهلة قوي. كل حاجة هنحطها في الطاجن مع بعض كده. إيه ريحتها والله يا جماعة كانت حلوة جدا، والبطاطس كانت بدأت تستوي شوية يعني. وطبعا هبدأ بقى اللي هو ايه، انا هحط السجق إيه في الطاجن، بس كده كنت عماله ارصص بقى في السجق، واللي هو عماله احطه بقى، واللي هو برصصه في كل مكان بحيث ان الطاجن كله يبقى فيه سجق يعني، والبطاطس تاخد من طعم السجق كويس قوي. وده كان شكل الطاجن. فهبدأ بقى ان انا احطه شويه في الفرن، اللي هو انا عاوزاه يستوى كده مع بعضه. هنحطه شويه حلوين كده في الفرن، وبعدين نطلعه الشوايه. طبعا ده شكله بعد ما انا حطيته في الشوايه والطاجن خرج خلاص. والله يا جماعه كان خطير جدا، والله العظيم كان حلو قوي، جربوه وقولولي رايكم فيه. وعملت معاه رز بالشعريه، وده كان شكل الطاجن، قولولي ايه رايكم فيه. سهل قوي وما خدش مني وقت، والطريقه اللي انا عملتها بيه ده بصراحه حلوه قوي، وانا هبقى اعمله كده على طول، لان هي نفعت معايا قوي. هنا بقى طبعا كلكم كنتوا كتبتولي يا ندى شكل التسريحه مكركب، يا ندى انت حاطه كل الميك اب على التسريحه، يا ندى الميك اب بتاعك هيطرب وهيبوظ يعني. كان كذا حد قال لي كده، كان كذا حد قال لي لا حطي الميك اب بتاعك في الادراج، ما تسيبوش على التسريحه علشان ما يطربش، والمكان يبقى هادي على التسريحه، وبلاش تكركبي التسريحه، وان الحاجات دي بقت حاجه قديمه وكده. طبعا عشان كنت عروسه فكانوا مرصصين لي كل حاجه. فاحنا بقى ايه، اول حاجه هنعين الاسبلاش مع بعض كده في الدرجه، وكل البرفانات بقى والميك اب انتوا قلتوا له يعني في الادراج علشان ما يتربش منك. فانا بقى كنت عماله الم الميك اب كله بالبرفانات بالحاجات دي كلها ايه، بعينها في الدرج، ولما اجي مثلا استعمل حاجه اطلعها واستعملها وعينها تاني. وبصراحه الموضوع كان احلى، ده كان شكل الدرج لما حطيت فيه البرفانات وكده، وعملت فيه كام باليت اي شادو عينتها ايه. والدرج التاني ده بقى كان فيه كل حاجه عبد الله ما شاء الله، شرابات، حزامات إيه، حزامات حزامات شرابات، وكان في علبه الشبكه بتاعتي بس فعينتي فيه بقى ايه كل الحاجات ايه اللي هو انا ايه مش بستخدمها قوي بصراحه، يعني الحاجات دي مش بستخدمها قوي، مثلا الحاجات دي مش بستخدمها قوي بصراحه يعني. وعينتي فيه الفرش والحاجات دي زي ما انتم شايفين. معلش بقى المنظر قدامكم كركب شويه. بصوا يا جماعه، انا حبيت اعمل الفيديو معاكم ليه، احنا عاوزين ان احنا مش لازم نسيب كل حاجة تبقى مكركبة علينا، لا احنا كل يوم نقوم نعمل حاجة في الشقة. يعني احنا مثلا النهاردة نظفنا الأوضة بتاعتنا، بكرة ننظف أوضة الأطفال، بعده أعمل الدولاب، بعده أعمل البلكونة، يعني في كل حاجة. عارفين انتوا لو كل يوم استغلتوا الوقت الفاضي اللي احنا بنقضيه في ان احنا رتبنا مكان شكل في الشقة، الشقة هتبقى على طول مترتبة وهتبقى على طول نظيفة. انا بصراحة بعمل كده، يعني انا مثلا النهاردة عملت الأوضة بتاعتي
وقمت عملت الروتين اليومي عادي بتاع كل يوم. ماشي، قمت عملته النهارده، بقى هنضف حاجه مختلفه. الدرج مثلا ده بيكركب، لا انا هعمله النهارده. الدرج ده مثلا بيكركب، لا ده انا هعمله النهارده. الدرفه دي هعملها النهارده. كل يوم هستغل حاجه في وقتي وهعملها. هاجي في الاخر الاقي الشقه كلها مترتبه والدولاب كله متنظم والادراج والتسريحه وكل حاجه. ده كان الشكل النهائي. بصراحه الشكل ده عجبني جدا وريحني قوي، لان فعلا حاجه لما تبقى مترصفه. قول لهم ده ايه؟ ده القطن. ده القطن هو تحس القطن طويل التيله. ده القطن هو اللي على الجنب التاني ده هو الرز. اقفل الشباك. ده القطن. ده الذره. الذره. جنب منه ده الرز. الرز لسه قدامه شهر المعوض ويطلع الرز راح يبني. ده الرز. الرز. بص شهر السبلات اهي طلعت اهي. يعني ايه السبلات؟ الرز. هي السبل بتاعت الرز. دي الطماطم. طماطم. فلفل. يا جماعة الفلفل. الفلفل الاخضر اهو. وده البرنجان. وده الرز صح؟ اه ده الذرة. ده القمح. الصوت اللي مزرعة دي يعني ده مزرعة الطيارة.